بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حمزة السيوف، استشاري الصب دماغ أطفال البورد الأمريكي. اليوم حنكمل كلامنا عن الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك جايد لاينز للتوحد، الإرشادات أو الخطوط العريضة للتوحد اللي صدرت عام 2020. وصلنا في الحلقة القادمة السابقة إلى الأعراض السريرية. اليوم سنتكلم عن الأعراض السريرية. طبعا أنا هتكلم وحيكون كلامي من خلال قراءتي للجايد لاينز وترجمة لكم بالعربي، وركز على الأشياء اللي مفيدة لنا. السكشن الثاني أو الجزء الثاني اللي هو الكلينيكال سيمتوم، الأعراض السريرية عند أطفال التوحد. في نقاط لازم نتكلم أول شيء فيه عنها، اللي هي متطرقة إلها الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك جايد لاينز، إنه على الرغم من التطور في معرفة الجينات للتوحد وآلية حدوث التوحد، إلا إنه تشخيص التوحد إلى هذه اللحظة هو تشخيص سريري، يعني ما في فحص أنا بعمله، سواء كان جينات أو فحص دم أو فحص رنين مغناطيسي أو تخطيط دماغ أو أي نوع من أنواع الفحوصات اللي بيشخص للتوحد. التوحد هو تشخيص سريع. الآن كان هناك مشكلة في تشخيص التوحد، لأن التوحد هو عبارة عن أعراض كثير كثير مختلفة من شخص لشخص. فقامت الـ DSM-5 كريتيريا عام 2013 بإلغاء جميع التسميات السابقة للتوحد، اللي هي PPD-NOS أسبيرجر سيندروم، التوحد العالي الأداء، والتوحد الغير محدد والحالات غير محددة، والبيرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر الى ما ذلك، وجمعتها كلها تحت مظلة واحدة سمتها مظلة التوحد، والغت هاي المسميات القديمة. طبعا هاي موجودة بالصفحة 3 من تحت الكلينيكال سيمبتومز. الان الشغلة انه لازم نوهت الها انه DSM-5 كراتيريا، انه كان الهدف الرئيسي انه احنا بنجمع هالمعلومات ونحطها في خطوط عريضة وفي نقاط بتساعد سواء الطبيب او كل من يتعامل بالتوحد، انه بتسهل عليه عملية التشخيص، وبنفس الوقت نمنع عملية تشخيص كل حدا بالتوحد او اشخاص اللي عندهم توحد ظاهر انهم ما يتشخصوا. وقسمة الأعراض السريرية عند التوحد إلى أعراض نوعين من الأعراض. الأعراض بيسموها الكور سيمبتومز، الأعراض الأساسية اللي هي إلى الآن هي المشكلة الأساسية في التوحد، سواء كانت في العلاج أو في طريقة التعامل معها، والأعراض المرافقة للتوحد. تحت قسم الكور سيمبتومز أو الأعراض الأساسية بتحكي لك إنه على الرغم من إنه التوحد هو مرض عصبي مبني بسبب بخلل بالأعصاب والروابط الدماغية، إلا أنه أعراض التوحد تظهر بأعراض سريرية. هاي الأعراض السريرية تظهر على شكل أعراض في السلوك وفي التعامل وفي التواصل، اعتمادا على عمر المريض وتشخيصه. وهذا يعني أنه تشخيصه هي أعراض سريرية، تشخيصها سريري، وإحنا نعرف أنه هي مشكلة عصبية. الآن الكور سيمبتومز أو الأعراض الأساسية تنقسم إلى قسمين، بيحكي لك كور سيمبتومز كلاستر انتو دومينز، يعني إنها تنقسم لقسمين. سوشيال كوميونيكيشن انتراكشن، إنه أنا عندي مشكلة في التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، وعندي ريستريكتيف ريبيتيتيف باترنز أوف بيهيفير، إني أنا عندي نمطية، بعيد الأشياء، بعيد الكلام، بحب الروتين، عندي نمطية وروتينية في حياتي وتكرار نمطي. أوكي، هذول هم الأعراض الأساسية. الآن في نقطة هون أحب أنولها جميلة جدا، لأن أنا بعدين هستخدمها في كيف إحنا بنينا العلاج وكيف حاولنا إنه بالعلاج إن نساعد المرضى. إنه بحكي لك إنه repetitive behaviors والperseveration اللي هو الحركات النمطية والتكرارية عند الأطفال هاي، هو على الأغلب compulsion، يعني أساسها زي الوسواس القهري،
أساسها زي الوسواس القهري. فإحنا هذه أول نقطة لازم نركز عليها، لأنه لما نجي على العلاج حتلاحظ أنه بعض العلاجات اللي تستخدم للوسواس القهري لها فائدة جميلة جدا في أطفال التوحد. الآن الـ CDC اللي هي الجمعية العلمية لمتابعة الأمراض، أو تسمى CDC يعني ممكن تترجموها أنتو، اللي بيسموه The Center for Disease Control بأمريكا، عملوا شغلة حلوة جدا، عملوا ويب سايت سموه Act Early ويب سايت. وهذا الويب سايت هو حقيقة يعني ريسورس جميل جدا للعائلات، علشان يعرفوا إذا في عندهم أي مشاكل عن طفلهم، يعني to recognize any developmental concern in the بالأطفال. يعني أنا بروح عليه وبدخل عليه وبشوف إنه طفلي هل يفقهني ويساعدني كيف إنه إذا في عندي أنا قلق أو مشاكل إنه كيف ممكن ألقى إجابة أولية عليها أولا، أو إنه أقل ما فيها يوجهني وين أروح. والحقيقة أنا دخلت على الويب سايت اللي هو cdc.gov/actearly، حبعث لكم إياه، ححط لكم إياه بالبايو. كثير مركز إنه في عندي أنا عامل tools لتراكينج ذا مايلستون، إنه أنا عندي أشياء ممكن أستخدمها حتى أتابع تطور ابني. والجميل جدا إنه عجبني إنه في هذا موجود كمان، هذا التول فري على الجوجل بلاي أو على الأب ستور، فممكن تنزله وتشوف ابني أنا على عمر 2، عمر 4، عمر 6، وعمر 9، باب لحد 50، كيف شو لازم يسوي وشو لازم يعمل. وهذا بيساعدك جدا حتى تعرف إنه سلوك ابنك هو سلوك طبيعي ولا لا. هي حركة جميلة جدا صراحة. وطبعا نتكلم إحنا عن المعلومات جاية من أمريكا، أمريكا هي أم العلم يعني لا شك في ذلك. الآن كمان في ويب سايت اسمه autismnavigator.com، برضو معمول بالCDC، هذا بيساعد على إنك تفهم شو هو التوحد، وبرضو بيساعدك إنه كيف إذا عندك استفسار أو سؤال، أو إنك شاك إنه ابنك لا سمح الله عنده توحد أو عنده أعراض، إنه ممكن يساعدني. والحلو فيه إنه في كمان فيديوهات بتوريك شو هي أعراض التوحد، وعندك كمان نقاط مبسطة كيف إنك ممكن تعرف إنه شو مشكلة الكوميونيكيشن عند السوشيال، شو مشكلة السوشيال إنتراكشن، شو أعراضها. وممكن تحضر فيديوهات تساعدك كمان على كيف إنه أشوف الأعراض بوضعها الطبيعي. فهذا ويب سايت جميل جدا، حطوا كيهم الآن أنا في البيو. حقيقة لو بهالدرس هذا طلعنا فقط باثنين هذول الويب سايت يكون جميل جدا. الآن خلينا نرجع ونكمل في الأعراض السريرية السكشن تبعها. تقريبا ربع الأطفال اللي عندهم توحد أو طيف التوحد حيحدث معهم شغلة اسمها regression أو تراجع، يعني إنه أنا من بين عمر 18 لـ 24 سنة حيلاحظ الأهل إنه يتراجع الطفل، يتراجع في تواصله، في كلامه، يفصل. إحنا من كلمة كثير بسمعها إنه ولد يطور ابني فصل، ابني بطل يحكي. فهاي الرجعة أو التراجع أو الرجوع هي تحدث في ربع أطفال التوحد، والباقي ما يصير عندي تراجع ولكنه لا يتطور بالشكل الطبيعي. الآن مهمة جدا إنك لازم تعرف إنه هذا التراجع هم بيحكوا لك إنه ما لازم يكون بسبب تشنجات أو سيجرز، اللي هي الكلاسيكال متلازمة نسميها لاندو كليفنر سيندروم. هاي نعملها تخطيط دماغ بالليل حتى نتأكد إنه ما عندي كهرباء مستمرة خلال الليل تشغل أكثر من 80% من النوم، أو ما يكون بسبب نيورودجنيريتيف ديس أوردر، يعني مرض تطوري عصبي تدهوري. يعني طفل كان عنده مثلا صار عنده ريت سيندروم، أو كان عنده ريت سيندروم ظهرت أعراضه بهذا الوقت، طفل كان عنده ميوكوبوليسكارايدوسوز أو لايسوسومال ستورج ديس أوردر وصار تظهر أعراض التوحد، هذا نعم هذا بنسميه، على الرغم من أنه قد يكون عنده الصفات ظاهرة وكأنها صفات توحد، ولكن هو السبب الأساسي هو المرض نفسه. عشان هيك لازم نعمل تخطيط دماغ للطفل، ولازم إذا كان ظهر عندي أي أعراض سرية أخرى بعمل له فحوصات أخرى حسب الحاجة. الفكرة هون
أن طفل التوحد هو عنده أعراض سريرية، شخصه أن يكون عنده توحد وما يكون عنده كهرباء وما يكون عنده مرض تدهوري عصبي ويكون سمعه ممتاز، هنا نقول أنه هذا الطفل هو عنده طفل توحد، يعني بيور توحد نقي. طيب الآن هون حكي عن نظرية، أنه في نظرية بتقول أنه سينابتيك أوفر بروننج، أنه البروننج أنه الخلايا العصبية مع فترة بتروح يموت جزء منها بحيث أنه يتنظم الدماغ بدل ما تموت أو تختفي العصبونات، بيموت بتموت أو بتختفي زيادة عن اللزوم فيصير عند التوحد. لا هذه مفيدة جدا المعلومة حقيقة ما شاء الله يعني. طيب الآن أتوقع إحنا وصلنا 10 دقائق هنا. السكشن الجاي حنتكلم عن الدياجنوستيك كرايتيريا DSM-5 كرايتيريا، اللي هي كيف، شو هي الكرايتيريا وكيف نشخص وشو هي الأعراض وكيف نتعامل معها. يعطيكم العافية، إذا عندكم أي سؤال استفسار أو كومنتس خاطر عاطفة حطوا لي على الكومنتس، وإن شاء الله حنكمل السلسلة لما نقوم بالقضاء على على الـ AAB guidelines، وبتكون بنهاية السلسلة هاي إحنا كأطباء يكون عندنا معلومات شوية أحسن مبنية على العلم، وأنتم يكون عندكم رسورسات أو قدرات أكثر على أنكم تعرف أنه ابنك عنده توحد ولا لا، وأنه تشخيصه سليم ولا لا. لأنه من أكثر المشاكل اللي بلاحظها أنا أنه ولا دكتور، في ناس شخص لي توحد، في ناس شخص لي طيف توحد، في ناس شخص لي أنه هو عنده مشكلة أنه هو الولد عنده مشكلة بالذكاء، أنه cognitive disorder. في ناس يقول لك لا والله عنده تطور تأخر نمائي عام. طبعا هاي الأشارات يعني عند إنسان مدرب ما لازم يكون فيها أي لبس أو أي خربطة. يعطيكم ألف عافية وأبعدكم الله عن الخربطة، ونراك إن شاء الله بالحلقة القادمة اللي حنتكلم فيها عن diagnostic criteria، كيف تشخص التوحد بناء على آخر كرايتيريا اللي سميها DSM-5. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.